كما تشاهدون هذه الاعداد. هذه اسقاط حاليا لاول حاجز كونكريتي للحاجز الامني وصولا الى بوابة المنطقة الخضراء. بهذه اللحظات اسقطت اول صبة كما تسمى هنا شعبيا بالمحاولة الى الوصول الى الحاجز الثاني. كما ذكرت قبل قليل البعض يحاول النزول من النفق والعبور مرة اخرى عبر الاتجاه الثاني، ولكن ايضا هناك جزء اخر الان يحاول اسقاط هذه الحواجز الكونكريتية. زميلي احمد اذا تقوم بتصوير الان هذه الاعداد ونقترب اكثر مع المتظاهرين، وتشاهدون هذه الاعداد حاليا ميعاد التي تحاول الان العبور عبر الحاجز الامني الاول والتوجه الى الحاجز الثاني. يعني بهذه اللحظات مشاهدين يعني عبر الحبال يستخدمونها من اجل اسقاط الحاجز الامني الاول، وهذه هي الصفه الثانيه. هذه هي الصبة الثانية كما تسمى اسقطت. الجميع اليوم هنا يحاول الاستمرار بقضية يعني ابعاد الحاجز الامني الاول عن المتظاهرين بهذه الاعداد التي ما تزال متزايدة بشكل كبير، وهي تتواجد الان هنا في يعني قرب الجسر المعلق. دعينا نحاول ايضا نسمع من عدد من المتظاهرين في حال لو تمكننا بلقاء عدد منهم ونستفهم عن التواجد اليوم هنا. طيب. في هذا المكان بدر ممكن تسالهم عن مطالبهم التظاهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تحدثنا عن تواجدكم اليوم هنا، وابرز شيء اذا يمكن تذكر لي بالبدايه شنو ابرز مطالب. مطالبنا انه لا يسيطر الكاظمي على الحكومه، لانه حكومه تصريف اعمال مدعومه من قبل اسرائيل. من دون ذكر اسماء بدر لو سمحت. الحج الشعبي وتسقيط الاطار التنسيقي. يعني انتم اليوم احنا معنا دفاعا عن الحج الشعبي وعلى الاطار التنسيقي، لانه حكومه الكاظمي حكومه اسرائيليه مدعومه بدر من دون ذكر اسماء. المنطقه الخضراء. تمام. شكرا لله. السلام عليكم. حدثنا عن تواجدكم حاليا انت بالبث المباشر. البعض يحاول انه يرفض والبعض الاخر ايضا يقبل. انت حاليا على البث المباشر عبر قناه تغيير الفضائيه. حدثنا عن ابرز مطالبكم اليوم. اليوم احنا الجمهور الكثيره طلعت، الجمهور اللي يتمثل حقيقه الاغلبيه من المذهب الشيعي. اليوم مطالبنا سلميه، مظاهراتنا سلميه، نطالب بسياده الدوله، نطالب بفرض هيبه الدوله، نطالب بالمحافظه على المؤسسات الموجوده داخل المنطقه الخضراء. اليوم احنا نمثل الاغلبيه الشيعيه في العراق، لذلك راح تكون مطالبنا سلميه ومظاهراتنا سلميه ان شاء الله. داعمه للدوله اليوم مثل ما أكيد ذكرت بعض القيادات. اكيد اليوم مظاهرتنا الشرط الاول والمطلب الاول هي تكون داعمه لمؤسسات الدوله عموما والدوله ان شاء الله كمان. تمام. السلام عليكم. شفناكم جبتوا بعض المعدات على مود تصبون الخيام. هل التظاهره باقيه مستمره؟ راح يكون لكم مبيت؟ مظاهره سلميه. طيب بدر وضحت الصوره والمؤسسات. نعود الاتصال بك لاحقا ان جدت الامور. مراسلنا من بغداد بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.